مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سبورتيفا لهذا اليوم والذي تتابعنا فيه. مديرية أمن طرابلس توجه رسالة لهيئة الشباب والرياضة بخصوص الجمهور. فوزان هامان للصداقة وساريا في انطلاق منافسات الصعود للدور الممتاز لفرق السداسي. ندية ومنافسة بين الفرق المشاركة في ذهاب نهائيات دوري كرة السلة مع تواصل المنافسات في يومها الثالث. فور وصوله إلى الجزائر باشر المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 عاما تدريباته التحضيرية استعداد لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها مدينة تلمسان الجزائرية، إذ سيلاقي المنتخب الوطني بقيادة مدربه فوز العساوي في مستهل مشواره بالبطولة سيلاقي نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل بملعب العقيد لطفي، كما سيواجه في مباراته الثانية نظيره الجزائري المستضيف الأحد المقبل على نفس الملعب. يشار إلى أن المنتخب الوطني تنتظره مشاركة عقب هذه البطولات، سيشارك في بطولة دولية ودية بإيطاليا في 24 من شهر أبريل الجاري. يختتم فريق الاتحاد المصراتي وخليج سرت منافسات دور 16 من كأس ليبيا لكرة القدم عندما يلتقيان يوم غد على أرضية ملعب المرج. هذا وستكون المواجهة بين الفريقين من أصعب المواجهات نظرا لتألق الخليج في مبارياته الأخيرة على صعيد مسابقتي الدوري والكأس، وكذلك لما يقدمه الاتحاد المصراتي من أداء فني جيد هذا الموسم بقيادة المدرب الوطني رضا عطية، علما أن الفائز منهما سيواجه الخمس المتأهل على حساب الترسانة. أما الآن مشاهدينا نذهب لمتابعة المواجهات القادمة من الدور ربع نهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم. استهل فريق الصداقة مشواره في منافسات الدور السداسي المؤهل للدور الممتاز لكرة القدم، استهله بالفوز على بوسليم بهدف دون مقابل. الهدف الوحيد لفريق الصداقة جاء في آخر أنفاس المباراة عندما استطاع المهاجم عرشوش شقلوف من تسجيل الهدف في الدقيقة 84 ليتحصل الصداقة على أول 3 نقاط له في رحلة الصعود للممتاز. والآن إليكم نتائج مباريات اليوم في منافسات الدور السداسي للصعود للممتاز. وإليكم أيضا مشاهدينا جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدور السداسي للصعود للممتاز والذي سيقام يوم الاثنين القادم. نتابع. تمكن فريق الأهلي طرابلس من الفوز على مضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة 82 مقابل 57 نقطة في المباراة التي جرت يوم أمس على أرضية قاعة مجمع المرحوم سليمان الضرات ببنغازي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة ذهاب نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة. هذا وسيلاقي الأهلي طرابلس في مباراته المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة نظيره الشباب العربي الذي كان قد خسر اليوم أمام نظيره المدينة بنتيجة 80 مقابل 61 نقطة. فيما يلتقي في هذه اللحظات فريق الاتحاد أو أهلي بنغازي ضمن نهائيات يلاقي الاتحاد فريق الأهلي بنغازي ضمن نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة المقامة بمدينة بنغازي، وكان فريق الاتحاد قد حقق فوزا ثمينا على مضيفه النصر ب 68 مقابل 60 نقطة وخسر أولى مبارياته مع فريق الأهلي طرابلس بنتيجة 70
أو 37 مقابل أو 70 مقابل 63 نقطة. سبورتيفا متواصل مشاهدينا وتتابعون فيه بعد حوار اليوم. اليوفي في ضيافة ريال مدريد وعينه على تحقيق ريمونتادا جديدة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. المخرج يكلمني نمشي ما نمشيش وجمال عيش درت فلوت لخبرين مش بعدين احكي لي تو جماعه مش نعرف شنو يصير ان احنا شويه وبنكون على الهواء فهمت نبدا عارف روحي شنو بندير صار ما صارش من الفون ودخلت حد ثاني يقول لي من هو اخيرا والله يا هشام صباح الخير جونايدن 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 والله العظيم هذا وين قال يتحرك على الكاميرا شوك جوزا أهلا بكم مجددا في فقرة حوار اليوم حيث أعلنت مديرية أمن طرابلس في بيان لها موجه لرئيس الهيئة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة بأنها ستقوم مضطرة بإصدار تعليمات بمنع حضور الجمهور الرياضي لمباريات الدوري الليبي لكرة القدم. وأوضح البيان الذي حصلت قناة ليبيا الأحرار على نسخة منه أن هذه التعليمات جاءت بسبب سوء سلوك الجمهور على حد وصف البيان، وأن المديرية أبدت استغرابها من الحالة السلبية لدى الجمهور، مؤكدة أن رجال الأمن شاهدوا عدة تصرفات خطيرة تهدد أمنهم كإلقاء زجاجات المياه الفارغة والأحجار عليهم. هذا وحملت المديرية مسؤولية ذلك لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات، مشيرة إلى عدم تجاوب الجهات ذات العلاقة لتطبيق العقوبات واستخدام اللوائح الخاصة بسوء سلوك الجمهور. وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذا البيان ينضم إلي عبر الهاتف من بنغازي الصحفي الرياضي زين العابدين بركان. سيد بركان بداية أهلا بك، أبدأ معك منذ قرار عودة الجمهور والموافقة عليه، يعني منذ البداية برأيك ألم يكن ما حدث يعني ألم يكن متوقع منذ البداية، وأخص في الحديث عن شغب الجمهور؟ اولا طبعا نحن اكيد نحن سعدنا نحن بل وطلبنا منذ فتره طويله طلبنا بعوده الجماهير الرياضيه لاضفاء اجواء جميله على مباريات الدوري الليبي لكره القدم، ولكي تساهم هذه الجماهير بحضورها والتزامها بنجاح منافسات الرياضيه، ولكن ما لاحظناه في المباريات الاخيره يجعلنا نتوقف قليلا ونقول لهذه الجماهير عليها ان
تكون في مستوى هذه الثقة وتتحلى بالانضباط والالتزام وتحترم حتى الدور الكبير اللي بيأدوه رجال الأمن في الملاعب في ضبط كل الأمور. فبالتالي نحن نرى أن مسؤولية الحضور الجماهيري هذه مسؤولية جماعية، مسؤولية تضامنية، لابد أن يساهم في إنجاحها الجميع، من الروابط المشجعين إلى مسؤولي أندية إلى رجال الأمن. وبالتالي لابد مجهول الرياضة أن يكون في مستوى هذه الثقة ويلتزم. وأنا مع تقليص والتقليل من عدد الحضور الجماهيري بحيث انه يكون عدد محدود في كل المباريات. وبالتالي انا لست مع الحضور بعدد مفتوح، وانما مع تواجد الجمهور الرياضي ولكن باعداد محدده مقننه منضبطه بالتعاون مع روابط المشجعين في الانديه الرياضيه حتى نعطي صوره طيبه ونستطيع ان نتحكم في هذا الحضور ولو بهذه الاعداد اللي اشرت لها منذ قليل. سيد بركان، يعني برايك ألا توجد خطة بديلة لمنع يعني مشاهد العنف التي تحدث في مباريات الدوري والكأس بدلا عن التلويح بمنع حضور الجمهور من قبل المديرية؟ لا، هي الخطة البديلة وأنا زي ما أشرت لك أنا مع أن الحضور الجماهيري ما يكونش بأعداد مفتوحة، لابد كمرحلة أولى كخطوة أولى لابد أن يكون الحضور الجماهيري في مباراة كرة القدم محدد بأعداد محددة بالتعاون مع كم يعني الأعداد المحددة سيد بركان؟ العدد المناسب دير عدد مفتوح وبالتالي صعب أنك تتحكم فيه. وشفنا حتى الملاحظات في المباريات الأخيرة بصراحة كان بعض الجماهير ما كانتش منضبطة وما احترمتش حتى دور رجال الأمن بصراحة. يعني في بعض الملاعب العدد الجمهور محدود، ولكن العدد المناسب اللي تشوفه يعني بحسب وجهة نظرك ورايك في الموضوع، العدد المناسب لحضور الجمهور في هذه المباريات؟ ما نقدرش نعطيك عدد معين، لكن انا اقصد ما اقصده خاصه الانديه الكبيره اللي عندها جمهور لابد ان تكون في وقفه مع المسؤولين على الامن ومع اتحاد الكره لكي يصلوا الى صيغه معينه وعدد محدود يكون بمقدور رجال الامن ما يتحكموا فيه. ولكن الحضور باعداد مفتوحه في كل هذه الظروف راه هذا امر صعب جدا. وخلينا نرجع خطوه لوراء الى نقطه الصفر من جديد. نحن سعدنا في الاونه الاخيره بزياره الوفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي وشفنا حتى الانطباع الجيد عن هذه الزيارة. لا نريد أن نفسد كل هذه الجهود ونعود إلى خطوات إلى وراء، بل نريد أن تكون هناك وقفة جادة وتحلي بروح المسؤولية. وزي ما قلت لك نجاح الحضور الجماهيري بالأعداد المحدودة هذه مسؤولية تضامنية جماعية يشارك فيها الجميع، رجال الأمن وقيادات الأندية واتحاد الكرة، حتى مع مرور الوقت ممكن نتوسع تدريجيا في فتح الأبواب وزيادة عدد الحضور. يعني نعم سيد بركان، بحكم أنك صحفي وإعلامي، كيف تشوف دور الإعلام وكيف تبعت دور الإعلام في توعية الجمهور للحد من مثل هذه المشاهد في هذه الملاعب؟ والله طبعا الاعلام الرياضي انت عارف الاعلام الرياضي الان اصبح ماهوش القنوات الرسميه ولا الصحف ولا المواقع الرسميه، بل حتى الان الانديه عندها مراكز اعلاميه وعندها صفحات على الفيسبوك وعندها مراكز اعلاميه وناس حتى ناس خبرات اعلاميه الان موجوده على راس الانديه الكبيره. بالتاكيد حيكون عليها حتى هي دور كبير في ان هي توعي الجماهير الرياضيه، توعيهم باهميه الحفاظ على 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 التواجد والتحلي بروح الالتزام. وزي ما قلت لك هذه راهي مسؤولية جماعية لابد أن يساهم الجميع في نجاحها. يعني في حال منع الجمهور الذي أعاد روح المنافسة لمباريات الدوري تحديدا، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر غياب الجمهور عن تنظيم هذه المسابقات؟ لا، زي ما قلت لك نحن لا نريد أن يمنع الجمهور بشكل قطع نهائي في حال مباريات، لأن في هذه الحالة نقطة تصورية يعني نتصور هنا يا سيد بركان نتوقع. نعم. هذا الشيء ممكن يحدث، شيء متوقع، في حال حدث كيف يمكن يأثر على تنظيم البطولة؟ نحن لا نتمنى أن نصل إلى منع كامل الجمهور الرياضي لحضور المباريات، ولكن رسالة المسؤولين عن وزارة الداخلية هذا التنبيه لابد أن يؤخذ على محمل الجد، ولابد زي ما قلت لك تكون هناك وقفة ولقاء موسع لكل الأطراف ذات العلاقة، ولابد كخطوة أولى للحد من هذه الظاهرة والخطيرة جدا، لابد كخطوة أولى نحن نحدد ولو لمرحلة العدد المسموح به في حضور المباريات بالتعاون مع الأندية وقيادات الأندية، على الأقل لما يكون في عدد محدود نستطيع أن نتحكم في أي شيء قد يحصل. يعني نقطة مهمة وهي تقل منع الجمهور بشكل قاطع، يعني نتمنى أن نصل لهذه النقطة، لأن هذه النقطة هيكون لها تداعياتها حتى على المشهد الخارجي بالنسبة لنا. سيد بركان، نقطة مهمة هي تقرير بعثة الفيفا
إلى ليبيا في زيارتها مؤخرا، والذي هو حاليا أحد الأهم الأمور التي ناقشها أو أحد الأمور التي ناقشها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال وصول هذه المعلومات، وهذا شيء قد يكون متوقع. هذا الأمر تحديدا، الأمر سيكون ممكن فاصل في عدم رفع الحظر عن الملاعب أو ملاعب كرة القدم في ليبيا، وهي أهم قضية يسعى اتحاد الكرة إلى حلها. الآن يعني ما يحصل في ليبيا وعلى وجه الخصوص في العاصمة طرابلس من بعض المظاهر السلبية من الجمهور الرياضي أكيد سيسمع دوية وصداه في كل أرجاء، خاصة نحن الآن علينا العيون زي ما ذكرنا، خاصة بعد الزيارة الناجحة لوفد الفيفا اللي نحن نتمنى أن تتلوها زيارات أخرى في المستقبل القريب، ولكن زي في حالة نحن نمنع الجمهور الرياضي من حضور من الحضور على المدرجات وتعود المدرجات كما كانت في السابق صامتة، أعتقد أن هذه خطوة حتكون لها تداعيات سلبية وحتأثر حتى على مساعي وجهود الاتحاد العام في رفع الحظر عن ملعبنا المجيد. فبالتالي زي ما قلت لك الأمر راهو خطير، لابد أن يؤخذ على محمل الجد، لابد أن تكون هناك وقفة عاجلة من كل الناس المسؤولة في الأندية ورجال الأمن ورؤوس المشجعين حتى نصل لصيغة زي ما قلت لك. لابد أن نحن في الخطوة الأولى أن نحن نحدد عدد معين محدود يسمح لنا بالتواجد في المباريات خاصه الفرق اللي عندها جمهور، لكن المنع بشكل نهائي اعتقد ان هذا راهو حيفسد المشهد ويجعلنا نعود من جديد الى نقطه البدايه، وبالتالي حيكون موضوع رفع الحظر حيكون الامر يعني بعيد الملل يعني في هذه الحاله. طيب اتحاد الكره يعني ما موقفه وكيف سنكون موقفه من بالخصوص، خاصه انه هو الذي قرر عوده الجمهور الى الملاعب؟ والله اتحاد الكره بارك الله فيه وما يبيش يحرم الجمهور الرياضي يعني من ان هو يتابع مباريات فريقه، وزي ما قلت لك يعني هذه مسؤوليه جماعيه تضامنيه ما يتحملهاش اتحاد الكره وحده، لابد ان تكون الانديه شريكه في هذا الامر، رابطه المشجعين، الجهات الامنيه ايضا هي الاخرى لابد ان تكون شريكه ومتعاونه، وهي مش مقصره حسب ما شفنا حتى في المباريات الاخيره، ولكن انا شايف ان السلبيه من بعض الانديه اللي عندها جانب سلبي في هذا الامر، لكن لا مفر حتى لا نفسد هذا المشهد، لا مفر من العوده الى تحديد العدد المسموح بالتواجد على مدرج الملاعب في مباريات الفرق وعند جمهور، هذه الخطوه هي لابد احنا نرجع لها حتى نستطيع ان نتحكم في اي منزلقات واي مظاهر سلبيه قد تحدث. فالتدرج شيء مهم جدا، من الصعب زي ما قلت لك نحن نخلي العدد مفتوح ونبدا به المدرجات، لان انت عارف الجمهور مش جمهورك الاول، يعني الجمهور ما عادش يتحمل الخساره، وبالتالي نحن ما بوش نصل لمرحله قد لا يحمل عقباها، وبالتالي زي ما قلت لك الخطوة العاجلة الآن هي أولا تحديد عدد محدود في مباريات كرة القدم، وأيضا لابد الأندية هي تكون في الصورة، لابد الأندية هي تتحلى بروح المسؤولية، لأن الأندية أنا شايف أن التقصير من روابط الأندية في هذا الجانب وهي اللي مقصرة في هذا الجانب صراحة. نعم الصحفي الرياضي زين العابدين بركان كنت معي من بنغازي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى الجزء العالمي والأخير مشاهدينا من سبورتيفا، حيث يستقبل ريال مدريد الإسباني بملعبه سانتياغو برنابيو ليلة اليوم ضيفه يوفنتوس الإيطالي في لقاء إياب ربع نهائي مسابقة دورية أبطال أوروبا لكرة القدم. الميرينجي أنهى حصصه التدريبية تحت أنظار مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيعول على ترسانة من لاعبي الفريق يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جارث بيل والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى الإسباني ماركو أسانسيو والبرازيلي مارسيلو، ذلك من أجل تأكيد تفوقه على منافسه البيانكونيري إذ حقق حامل اللقب الفوز على اليوفي ذهابا في تورينو الأسبوع الماضي بالثلاثية النظيفة. نعلم بأن هذه المباراة ستكون مختلفة بالنسبة لنا، وما حدث الأسبوع الماضي نسيناه، فلقد لعبنا مباراة جميلة وحققنا نتيجة جيدة، ولكنها تعتبر 50% فقط من التصفيات، وعلينا تقديم مباراة أخرى جميلة لضمان التأهل. من ناحية أخرى، أجرى يوفنتوس الإيطالي يوم أمس حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. اليوفي بقيادة مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليغري يدرك تماما صعوبة المهمة بعد الهزيمة أمام الريال بثلاثية نظيفة في تورينو
الأسبوع الماضي، حيث سيفتقد لجهود مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب طرده في لقاء الذهاب، في حين سيعتمد على الأرجنتيني كونزالو هيغوين وعلى البرازيلي دوغلاس كوستا والكولومبي خوان كوادرادو والعائد من الإيقاف أو من الإيقاف عفوا البوسني ميراليم بيانيتش. أود القول في بداية الأمر أن واجبنا هو الفوز على ريال مدريد، وسنحتاج إلى تقديم أداء رائع ضد فريق مذهل على ملعبه وأن نثبت أن بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية. فلا ندري بالطبع ماذا سيحدث في المباراة، إلا أن المهم الآن هو أن نلعب بقوة وإصرار، لأن نتيجة المباراة سوف تمنحنا قوة لما تبقى من الموسم. من جانبه يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على مضيفه سيسكا موسكو الروسي في اللقاء الذي سيقام ليلة غد الخميس ضمن إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. هذا وأجرى أرسنال حصته التدريبية الأخيرة في لندن اليوم قبل توجهه إلى روسيا لمواجهة نظيره سيسكا، حيث كان الجانرز قد كسب مباراة الذهاب على أرضه بأربعة أهداف لهدف واحد ليكون على مقربة من التأهل، ولأول مرة له لنصف نهائي البطولة منذ عام 2009 الماضي حينما خسر في دور الأربعة أمام مواطنه مانشستر يونايتد. حقق فيلادلفيا 76ers الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس ب 121 نقطة مقابل 113 نقطة، وذلك في اللقاء الذي جرى ليلة البارحة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. هذا وشهدت المباراة التي جرت على أرضية قاعة فيليب أرينا في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية شهدت أداء متوازنا للفريقين، إلا أن أتلانتا أنهى الربع الأول لصالحه، في حين أدرك فيلادلفيا التعادل محققا الفوز بالربع الثاني للقاء الذي هيمن بعد ذلك على مجرياته منهيا الربعين الثالث والرابع لصالحه، وذلك بفضل تألق نجمي كاي روديك الذي سجل أو نجمه روديك الذي سجل لوحده 28 نقطة، وأيضا إرسان إلياسوف الذي أحرز 26 نقطة ليقود فيلادلفيا 70 لانتصار خامس أو للانتصار الخامس عشر له على التوالي في دوري NBA، فيما كان توريان برينس أبرز المسجلين لأتلانتا هوكس ب 27 نقطة. نال المغربي راشد المرابطي لقب المرحلة الثانية من منافسات النسخة 33 لماراثون الرمال الدولي، والذي جرت منافساته أمس بمحافظة ترشيدية المغربية بالصحراء الغربية لمسافة بلغت 39 كيلومتر. هذا وقطع المرابطي المرحلة في 3 ساعات و4 دقائق وثانية واحدة، متقدما على شقيقه محمد الذي حل ثانيا وعلى مواطنه عبد القادر المعزز. أما في فئة السيدات فقد حققت الروسية ناتاليا صديق لقب المرحلة الثانية بقطع مسافتها في 3 ساعات و56 دقيقة و68 ثانية، متقدمة على كل من الأمريكية ميجدالين بوليت والدنماركية أشرة إريكسون اللتين حلتا ثانيا وثالثا على التوالي. وصلنا إلى الختام، شكرا لكم.